اجا وقعد، قعدت انا وياه، بكى نايم هو، قعدت قلت له يا سلام يا حبيبي بدك تضلك هيك؟ قال لي خلص انا بدي اوعدك، بصير الزم، بصير اشتغل واروح، خلص انا ما بدي اسهر مع حدا ولا شيء. قلت له طيب، وطلع على 10 عسبت على 11 يبكي عندي، قلت له 11 ودقيقة بفتحش الباب. قال لي طيب، ورنوا عليه هالاصحاب وجوهان وطلع لهم، تعالي طلع هو وياه. امك بكره اجى اخوه الكبير قال لي انا اليوم بكيت، انا بدي احشره، ما بدي اخليه يطلع من الدار، وكله اوعدني بس ساعه ويرجع. قعدنا انا واخوه، سهرنا انا واخوه شوي ونمي. قلت له اذا اجى على 11 ودقيقه تفتح له. قال لي طيب. اخوه ضل سهران للساعه 1 الا هالتلفون بيجي، مش عارف هو الشرطه هي المخابرات، مين رن عليه؟ ابني في جهاز الشرطه بيشتغل. طلع قالوا له اخوك اعتقلوه الجيش عند الجلزون. فراح كل توصيله نص الطريق قالوا لي مصاب، ضل يمشي، لما نوصل غاد قالوا له استشهد. فبكل يوم ما ضلتني واقف والسياره يخبطه، كل ما احاول اجي اشوفه طلعوهم من السياره بعد وين، يقول لي يبلشوا رشك فينا اطلاق، هم اليهود كل ابعد، كل اللي حطوهم على الارض، بس ما ميزت انو اخوي، لان هالدنيا ليل وهم تقريبا لابسين زي بعض، بضلوا اسود لابسين هم الشباب اللي معاه. كل اللي ما قربنا ولا شفناهم، اجت السياره واخذتهم. اجى علي على الستي، انا ما معي خبر، إلو اخو في جبل النجم كنت احمله. اجى لكيني اخوه الكبير في الدار سخن في مي بحمم فيه. كل يوم اخوي انصاب، وكاين للجيران ما تقولوا لامي، ما حدا يرن على امي ولا اشي، انا بطريق تنبه كلها، انا بفكر وبمزح، بفكر ابني نايم جوا، ما بفكر انه لحد الان متجاي، ما فكرته. فقلت له رحت حمامه اخوه، بكله بتمزح الدنيا الصبح، رحمة ابوك انه اخوك مات، اخوك اتصاب. قال لي اه والله، بس الحمد لله يما اصابته خفيفه، جاي في الفخذ تاعته. قلت الحمد لله، اذا في الرجل الحمد لله، وابني يطلع هذا، وانا مش مصدق الخبر. ظني انزل واقول له عن جد انه ولا بتحكي؟ قل لي الدباس مات. ف شوي صار هالتلفونات وصاروا الناس يجوا وصار الرهاب، عسبت انه ابني مصاب. اشي كله في الفخذة، اشي كله لا في ايده، اشي كله في الايد والرجل، في الاخير صفوا في الريل ايد والرجل، ووجهه كله هيتو كزازة من الشظايا تخفيش كنور. قلت الحمد لله رب العالمين اللي اجت هيك، الله يصبر اميات الشهداء. فبعد ما الناس تضوضوا على 9، قلت نفسي اشوف امي الدباس، بدي اروح اشوفها. رحت، لما عرفت اني انا امه لسلامه، قالت لي ما حدا بجيب لي الصاف الا سلام. قلت لها والله بوعدك بس يطلع سلام ان شاء الله بالسلامه، والله لاجي انا وياك. بس ابصر هو من شطر ما شاف انه استشهدوا 2 اصحابه، وهو هالخبط الله بيعلم مجمع ولا مش مجمع ابني، بس انا بوعدك بجيب ابني واجي عندك. عاد الدباس وابني بيشبهوا بعض كثير، بيشبهوا بعض. وروحنا، بعد ما روحت في نص الليل اشاعات بيقولوا انه باسل عايش، بقول ان شاء الله يا رب. ردوا قالوا لا الدباس اللي عايش. الصبحيات بتفاجئ على صفحه ليرزيت اللي هم منزلين، واحده رنت علي بتقول لي انه ابني، قلت لها لا. نزلت اسال الشباب قالوا لي لا هذول المخابرات بيلعبوا في اعصاب الاهالي، لا ابنك الحمد لله وضعه مستقر ومصاب، واحنا كلنا. قلت لها الحمد لله. شوية ما شفت مين، شفت بناتي بعيطوا شو مالهم، صرت أعيط، عرفت إنه ابني، يعني ما عرفت أنو جاب الخبر إنه الخبر صح.